ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. بالرغم أن المية مش بتحتوي على أي سعرات حرارية، إلا أن بعض الناس أو بعض الأشخاص لما بيقيسوا وزنهم بيلاقوا في زيادة في الوزن، وده بسبب أن نسبة المية في الجسم عندهم بتبقى أعلى من المعدل الطبيعي، وده بالرغم أنهم ملتزمين بنظام غذائي كامل لإنقاص وزنهم، لكن من ممارسة رياضة أو من شرب كميات كافية من المية أو أنهم يتناولوا أكل صحي. لكن إيه السبب أن يكون في مية زيادة في جسمهم مسبب لهم زيادة في وزنهم؟ وكمان هنتكلم عن أهمية المية للجسم والاحتياج الطبيعي لشرب المية يوميا قد إيه. كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية. منوراني ومشرفاني يا دكتور ريهام، وحشتيني جدا حضرتك أكتر، ومبسوطة بوجودك معايا. أنا اللي أسعد، وميرسي على الموضوع الجميل ده، لأنه أنا يعني طلبت منك إنه في أسئلة جت، هي أسئلة بالنسبة لي كانت لأول مرة أسمعها. فكرة إنه في ناس بتمتنع عن المية لمجرد إنها شايفة إن ده مش يعني هيساعدها إنها تخس وإن ده بيزود وزنها. الحقيقة دي كانت بالنسبة لي سؤال غريب جدا. الموضوع فعلا زي ما أنت قلتي، هي ايه المية دي؟ ليه صفر سعرات وعاملة كل القلبان والأسئلة والمشاكل دي؟ فأنت فعلا يعني موضوع المية من الحاجات المهمة جدا والشائكة جدا، وهنتكلم النهاردة بالتفصيل عنه عشان نفهم المعتقدات الخاطئة اللي احنا بتخلينا نعمل تصرفات خاطئة جدا جدا للأسف، واحنا فاكرين ان احنا بنعملها من باب ان احنا نفيد جسمنا. اوكي، حضرتك قول لنا بقى يعني استخدامنا اليومي للمية، وهل بيفرق بين الرجل والسيدة، المرأة او الرجل، في نسبة المية، ولا دي بترجع لإيه؟ ونشوف بقى اهميتها بالنسبه لنا فعلا بتفرق في الدايت ولا ده معتقد خاطئ اصلا. طيب خلينا نبدا باللي انت قلتيه في الاول، وهي المعتقد الشائع، انا جسمي انا مش هشرب ميه. الكلمه الخاطئه الخطيره، يعني مش في خطا كده خطير وخطا عادي يعدي، ده ما يعديش. وهنتكلم ليه بقى دلوقتي. احنا جسمنا ربنا خلقه سبحان الله في منتهى الذكاء علشان ينقذنا، عشان يسرفايف ويكمل ويبقى في حاله كويسه. مهما كان الانسان هنقول عدم علم منه، مش اهمال في نفسه وفي خلق ربنا للجسم اللي فيه يعني تفاصيل كتير جدا، احنا جسمنا اذكى. حضرتك قررتي انا يا دكتور عندي فرح، انا حاسه ان انا منفوخه اليومين دول، فانا هبطل اشرب ميه. اعتقاد خاطئ من الاشخاص ان ده هينزل الميه المخزنه في الجسم فانا هخس او افش بالبلدي زي ما بيقولوا كده، جسمها منفوخ صحيح، والاقي نفسي على الميزان فرحانه، الله ده انا خسيت في وزني جامد. طب ايه بقى الحقيقه؟ جسمنا لما بيلاقي الشخص ده بيحرمه من الميه، هو بقى بيعمل رده فعل، انا هخزن ميه عشان احمي نفسي واحمي وظايفي واحمي مخي وقلبي وكل حاجه بتحصل من الوظائف اللي الميه بتشكل في جسمنا تقريبا رقم كبير جدا، 70-80%. ده الاساس بتاع جسمنا يا جماعه. فانت بتحرمه من الميه بسبب معتقدات خاطئه ان انا اخس. طيب هو خزن الميه علشان حضرتك عملت كده، يبقى الحل الاساسي العكس تماما. انا ادي لجسمي الميه الزايده والاحتياج الطبيعي اللي هو بنتكلم في 2.5-3 لتر على حسب سيده او رجل زي ما حضرتك سالتيني دلوقتي، وعلى حسب برده مجهودي، الجو، الطقس اللي انا عايش فيه، كل بلد بتختلف أكيد. في تفاصيل كتير، بس هنتكلم على المتوسط الطبيعي. كويس. طب انا دلوقتي شخص متوسطي الطبيعي، بشرب ميتي الطبيعيه، بشربها بانتظام، يعني بشربها طول اليوم على مدار اليوم على مدار 24 ساعه مش مره واحده. أيوة. طيب امتى بقى جسمنا اصلا بيخزن ميه؟ في اسباب مرضيه واسباب طبيعيه العامه لينا كلنا. كويس. يعني مريض القلب، مريض الكلى، دول شخصين عندهم مشكله كبيره في القلب، في المضخه اللي بتزق ده، المضخه بتاعت القلب اللي بتزق الدوره الدمويه بتاعتنا، فبالتالي تلاقي عندهم رجليهم منفخه بالظبط. او مريض الكلى اللي عنده الفلتر بايظ او عنده فيه مشاكل، فبالتالي التخلص من الميه مش في احسن حال، ده المريض. طب الشخص العادي الحمد لله اللي ما عندوش اي امراض، هو عنده بقى ثلاث مشاكل كبار جدا جدا بيعملوا مشكله الميه دول، وهم الجلوكوز، السكريات يا جماعه اللي احنا مرارا وتكرارا، يعني مش الملح بس يا دكتور، لا خالص. ده السكر والصوديوم، الصوديوم هو ملح الطعام. أيوة. لو احنا مسموح لنا معلقه واحده صغيره على مدار اليوم، اللي هي تكافئ او تعادل يا شيف ال 2.5-3 لتر، يعني حضرتك بتاخدي معلقه احتياجك اللي هو معلقه صغيره من ملح الطعام على مدار يومك يا جماعه، بشرب عليها 3 لتر ميه، وده ما بيحصلش. فتخيلي بقى الجانك فود والاكل اللي ناكله في الشارع اللي هو ليه؟ لان هو احنا عندنا في علم التغذيه
كل بنعمل حاجه اسمها تفصيل التغذيه. يعني قطعه البيتزا دي فيها قد ايه صوديوم، البرجر ده، الحاجات اللي احنا بناكلها، كيس الشيبسي حتى ايفن اللي هو مفروض مش مقلي، كل الحاجات اللي بناكلها الجانك فود فيها رقم من الصوديوم مرعب. طب ايه تاني؟ اننا بقى في مطبخ جميل زي مطبخك مليان بالحاجات الحلوه، الدراسنج والصوصات، الصلصه، المعلبات، كل دي املاح خفيه. خلي بالكم انا مش همي دلوقتي الملح الابيض العادي، انا اقدر اقيسه، لكن الاملاح الخفيه اللي في الصوصات وفي الحاجات دي كلها انا باخدها وانا مش دريانه، دي كلها خزنت ميه خلت الخلايا تسحب الميه تشفطها حرفيا. في علاقه وطيده جدا جدا بين الصوديوم والميه، مرتبطين ببعض. طب يا دكتور انا اسمع انه البعض يعني ننزل في الوزن، في بعض الناس ما بتلجاش مثلا للتابلتس او لبعض الاقراص او بعض الادويه عشان تخس، فتقول لك ايه انا باخد حاجات تقفل شهيتي، بيبقى عندهم شويه شراهه بتساعد نفسها. دايما نقول لازم يدوب في ميه، ولازم اهميه الميه هنا بقى للمنتجات اللي زي دي مهمه في ايه؟ جدا بقى. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا اي حاجه بتنضفي بيها جسمك الديتوكس، اوكي، ميه والياف، كويس، صح كده؟ دي الديتوكس اللي احنا دايما بنسمع عنه، تنظيف الجسم من السموم والاملاح وكل حاجه، اللي بتساعد بدورها في فقدان الوزن وان الجسم يشتغل في الحرق على احسن وضع. طيب ده هنعمله بايه؟ ان احنا نخلي كم الميه اللي نشربه قبل الوجبات بنص ساعه لساعه، مش اثناء الوجبه ومش بعد الوجبه مباشره، عشان عمليه الهضم وتركيز العصاره بتاعه المعده تكون كويسه، يتم الهضم كويس ما يتعبنيش. بالظبط. انا دلوقتي لما هاخد منتج زي بيستا عالي جدا بالالياف، مكون من قوه ثلاثيه من الالياف، الرده، الشوفان، كشور السيليوم، دي اجود انواع الالياف اللي انا باخدها. مش بس كده، انا بجبرك ان انت تدوبيها في كوبايه ميه وتشربي معاها كوبايه ميه ثانيه قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه او ساعه. انا كده بدوري عملت ايه؟ انا عملت ماده مليئه في معدتنا، عملت تنظيم شامل للجهاز الهضمي سواء المعده او الامعاء بالالياف والميه اللي احنا عمالين نتكلم على اهميتها. لو انا خليت حضرتك تاخدي كوبايتين ميه اجباري مع البيستا اللي هي الياف طبيعيه تماما زي ما اتكلمنا، هضطر اشرب ميه، هضطر اشرب تقريبا 6 كوبايات ميه، وانا اصلا بقول على الاقل وانا اصلا بقول ان الطبيعي لو ترجمنا الاثنين ونص لتر تقريبا ايكويفالنت ليهم 8 كوبايات ميه، من 6 ل 8 مظبوط، حسب حجم الكوبايه بالظبط كده. فانا لو بتكلم ان انت خدتي بس مع بيستا في الثلاث وجبات الرئيسيه اللي انت بتاكليهم، لو انت بتاكلي 3 طبعا رئيسيين مش 2 بس، هتاخدي الياف عاليه، مليتي معدتك، مش بس كده انت عملتي ديتوكس، نظفتي جسمك من كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، وخليت وسط جسمي قلوي. قلوي يعني حرقك هيشتغل بصوره افضل، وامتصاص جسمك لكل حاجه هيكون افضل. هايل. طيب دكتور هسأل سؤال، ممكن واحد يقول ايه؟ طب ما انا ممكن اخد الرده واخد الشوفان، ما انا بعمل اكل بالشوفان وباكل عيش بالشوفان، واخد قشور السيليوم احطها على زبادي، يعني في ناس بتفكر كده. لا، وده تفكير جميل جدا اللي حضرتك بتقوليه ده. الفكره بقى هنا يقول لك طب ما انا اخده في منتج، ليه ما انا ممكن اخده كده؟ طب حضرتك قولي لنا بقى الفرق ايه فعلا؟ الفرق كبير جدا، حضرتك بقى بتعمل لنا وصفات جميله جدا بالشوفان وحاجات حلوه قوي. طب انا ليه صحيح ما اعملش الوصفه الجميله دي اللي بالشوفان يا دكتور واعتمد عليها وموجوده عندي في مطبخي في بيتي، بدل ما واطلب منتج من خلال الارقام واستخدم بيستا؟ طب ليه؟ ايه الميزه؟ ايه الفرق؟ يا جماعه، كلمه الاكل الصحي الغني بالالياف عامه او اي اكل تاني صحي غير الالياف، هو صحيح صحي، ليه دور مفيد لجسمنا، لكن هو ليه سعرات حراريه. عنده سعرات، عنده سعرات كتير. يعني انا الشوفان لو حضرتك قسناها، انا هاخد معلقه تعادل ربع رغيف مثلا بلدي كبير. صحيح. طيب انت عشان تاكلي شوفان عمرك ما هتاكلي معلقه، انت هتعملي بوله، طبق زي طبق الشوربه، تحطي لبن زي الكورن فليكس، تملي بوله ظريفه سواء بتاخديه في صوره شوربه او بتاخديه في صوره على زبادي او على لبن، يبقى كم كبير، هتاخدي كم كبير، بوله محترمه. شوفي بقى عدد السعرات قد ايه. لكن ففي الاخر احنا ادينا فايده الالياف، لكن خدتي عدد كبير من السعرات لثلاث ارباع الناس دلوقتي كلها يشوف عايزين تخس. كلنا عندنا مشكله السمنه في العالم كله على فكره، مش في مصر بس، الاجانب طبعاً. حتى المشهورين بالرفع دلوقتي نسبه السمنه عندهم عاليه جدا. طيب يبقى انا بيستا خدت منتج طبيعي، منتج ما فيهوش كم السعرات ده يا دكتور، ما فيهوش خالص، ما فيهوش سعرات خالص، ومش بس كده طعمه التيست بتاعه حلو، طعمه تفاح، بتحطيه على الميه، فانت خدتي منتج التيست بتاعه حلو، ما فيهوش سعرات حراريه، نظم لك حركه الامعاء، وعلى امتصاص جسمك للاكل اللي انت بتاكليه، فانت خدتي كم من الفوائد وحققتي التارجت اللي ثلاث ارباع الناس عندها دلوقتي، حتى الاطفال من فوق سن 13 سنه، ان انا افقد وزن عشان ما بقاش عرضه للاصابه بالسكر النوع الثاني. انا بشكرك يا دكتور. طب خلينا احنا معانا تقرير لحاله استاذ علي، ممكن نشوف التقرير ونرجع نستكمل مع حضرتك مع دكتور ريهام باقي كلامنا، نشوف كده الحاله اللي معانا استاذ علي اخباره ايه، واستخدم بيستا ايه كان فعال معاه ازاي.
احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح، كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. دلوقتي هنستكمل بعد طبعا التقرير، شفناه استاذ علي، على الرغم ان انا شايفه يا دكتور ان هو سنه صغير ووزنه ما كانش كبير قوي، على انه بيقول انا مش قادر اتحرك مش قادر، بس يمكن هو عشان متعود على وزن معين فلما زاد عن معدله الطبيعي هو حس نفس المشاعر والاحاسيس اللي يحسها اي حد ممكن يكون يعني عنده في سنه زياده كبيره. صح كده؟ بالظبط كده. ليه بقى؟ خلينا نشرحها بحاجه بسيطه، انا مش عايزه اتكلم كلام علمي، انا عايزه اوصل المعلومه لاي حد قاعد دلوقتي قدامك. حضرتك وزنك دلوقتي مثالي او مرتاحه فيه، اللي انت الحمد لله مش عامل عبء على ركبك ومفاصلك وظهرك، فبتتحركي الحمد لله، بتخدمي نفسك، الدنيا ماشيه لطيفه جدا معاكي. انا اديت لحضرتك دلوقتي بوكس صندوق تشيليه او شنطه الظهر زي بتاعه المدرسه اللي الاولاد بيشيلوها دي، فيها 30 كيلو زياده عنك، يعني انت مثلا هو كان وزنه 60 كيلو فجاه بقى 90 كيلو، هو شكله شاب مفرود وكل حاجه. فشكله مش تخين 90 كيلو بس ممتلئ زايد، بس شايل على ظهره عبء على ركبه وظهره ومفاصله وعلى نفسه وعلى اعضائه وعلى كل حاجه، دهون لانها غالبا مش هتكون عضلات غير لو هو زايد 30 كيلو، عشان انا راجل بروح الجيم ماشي على بروجرام وبلان مع دكتور ومع ترينر وبربي عضلات، فبربي عضلات انا زايد، ودي حاجه نادره زي الرياضيين الاثليتس، انا راجل زايد كتله عضليه فانا في احسن صحه. فانا طبعا مش بتكلم عن النموذج ده. انا بتكلم عن نموذج اللي شاب زايد 30 كيلو من الدهون شايلهم في شنطه، انا اديت لحضرتك دلوقتي الشنطه دي وبقول لحضرتك اتحركي بيها 24 ساعه ونامي بيها. انت هيكون شعورك ايه؟ هتعب طبعا. ده انت مش هتتعبي، ده انت هتبقي معاناه بالظبط كده. فهو ده بالظبط حال الشخص اللي هو احنا مش شايفينه. بس رؤيه الناس بتختلف، تقول لك ده مش تخين قوي هو ليه بيخس؟ ده انت عادي يعني انت بس ملقش. هو حاسس بنفسه بالظبط كده، لكن هو شايل يا جماعه 24 ساعه، نايم طالع نازل السلم، بيلعب كوره كان متعود يلعبها مع اصحابه، بيلعب ماتش كوره هو شايل الشنطه اللي فيها 30 كيلو. فده طبعا عبء رهيب جدا على مفاصلك اللي هي طبعا بيبتدي يحصل فيها ويحصل السائل اللي في الركبه، يبتدي الركبه تعمل صوت وهو ماشي. يا دكتور انا صغير جدا، انا ركبتي وانا ماشي بتزيق وتعمل صوت وانا طالع السلم. وبيجي لي كتير جدا بقى شف ايه، البنات اللي هم لسه صغيرين ولسه اول خلفه ليها وطالعه من الولاده زايده 20 كيلو، بتبقى بنوته صغيره جدا تقول لي يا دكتور انا بطلع السلم بعد ما ولدت ولسه عندي زياده ال 20 كيلو، بمسك في الترابزين بتاع السلم لاني مش قادره، حاسه ركبي هتفك مني. هي مش متعوده على الرقم ده، حمل على ركبها، حتى لو هي كانت 50 كيلو بقت 70 كيلو، يعني هي مش تخينه خالص. لكن فهي دي المشكله. احنا هنا ننصح بايه؟ احنا سننا صغير، احنا عندنا امراض مزمنه او ما عندناش، طبعا تحت اشراف طبيب، انا بحب دايما التخصصيه في الحاجات دي. لازم نبتدي ناخد خطوه تجاه نفسنا، ما نسيبش ابدا نفسنا ازيد 10 للزياده الكبيره دي. انت حامل لا، خلي عينيكي على وزنك، مفيش حاجه اسمها انا حامل اتخن براحتي وبعد لا اكل بقى اللي انا عايزاه وكده. مفيش حاجه اسمها انا شاب بذاكر عشان ثانويه عامه، مامتي بتحط لي طبق السندوتشات بقى، انت عارفه الامهات المصريه انت هتحقق المجموعه ده موازي لطبق السندوتشات حجمه اللي قدامك. فلا، احنا عايزين بس يبقى عينينا شويه على وزننا، ثقافه الوزن، ثقافه كل بقى. اسبوع كل اسبوعين عندنا ميزان في اوضتنا، بنطلع نوزن، ندخل التواليت نوزن نفسنا زايد 2 كيلو الحق نفسي. صح. طب دكتور بقى، في ناس بقى بعد ما يعني الحمد لله بتلاقي الحاجه الامنه زي بيستا كده، طعمه كويس، حاجه بتساعد، في ناس بتحب تساعد، في ناس اول ما بتزيد كيلو 2 كيلو تلحق نفسها. بالزبط. حلو قوي. في ناس ساعات يبان عليها على وشها انها خست قوي، او وش بيشحب شويه، شعر بيتاثر، ضوافر. وفي ناس تانية ما بيبانش عليها قوي، ممكن ما تتاثرش بالنسبه دي الا لما بيعدي فتره. فده بيرجع على حسب برضو قدره الانسان وجسمه عامل ازاي. مظبوط. الفكره بقى انه لما بيحصل ده بيتعالج ازاي، يعني نعمل ايه عشان نتفادى الحته دي واحنا بنخلي بالنا من وزننا. خلينا نسالها بالعكس شويه، نقول ليه في ناس
ما بانش عليهم وفي ناس بان عليهم. خلينا نقولها كده، مش حاجه بتحصل من فراغ. انا دايما بقول كده، اصل انا بقول اللي ما بانش عليه دلوقتي بيبان عليه بعد كده، يعني دايما يرجعوا على حسب المرحله السنيه. قصدي حضرتك بتحصل طبعا الخصيه في المرحله السنيه، ما حصل لنا مش عارف، فببقى مستغربه ليه الفروق دي. صح، انا هقول لك بقى ليه الفروق. الفروق علشان هي ليه المراحل السنيه بتفرق في الخصيه، عشان مخزون الشاب من المعادن والفيتامينز في جسمه اللي لسه ما اتجوزتش وخلفت وخلصت الاستورج. فانا لما خسيت قللت من اكلي، من الفوائد الكويسه في الاكل بتاعي. في ناس بتمنع خالص الاكل عشان تخس، في بنات بتعمل حركه زي دي، هي عندها لسه مخزون كويس فبالتالي شعرها وضوافرها وشها ما تضررش قوي. كل ما مخزوني كان اوريدي طبيعي هو قل من الحاجات دي، وانا ما بديش يعني ايه ريفل اما يعني الحاجه اللي بتخلص انا بديها تاني. دايما انا بقول مفيش حاجه يا جماعه اسمها الرفاهيه في المكملات الغذائيه. فانا قلب مالتي فيت ده الحل اللي مع بيستا، اللي انا دايما بقول يا جماعه قبل بيستا لازم تاخده. رغم ان دي حاجه انا بديها مكمله، شوفي يعني انا دايما بقول مكمل. يعني انا دايما بقيت اقول الحاجه المكمله هي قبل الحاجه الاساسيه، يعني عشان ما تنسوهاش. يعني كورس يا دكتور، يعني ناخده مع بعض، اخد ده واخد ده في نفس التوقيت. ضروري ضروري ضروري. لان ليه بقى؟ حرقك في الصوره المثلى مش هيكتمل، مش هتوصلي لهدفك غير بان مخزونك من الفيتامينز والمعادن اللي هي هيتظهر تقريبا على الشاشه كلها دلوقتي، كل انواع المعادن والفيتامينات موجوده في قلب مالتي فيت. انا بوفرها لك في قرص واحد فقط لا غير، يوميا. مش طالبه منك ترصي مجموعه فيتامينات جنبك على السرير المنظر المعهود وننسى انا عايزه قرص واحد فقط لا غير ناخده في معادن نثبته يوميا. بعد ما ناخده هنلاقي ان انا معدل حرقي مع البيستا في افضل حالاته. طب ايه كمان؟ الفيتامينز بتاعت الجمال، بتاعت الشعر، بتاعت البشره، بتاعت الضوافر. مفيش حد بيخس غير ويجي يقول انا عايز، انا حاسه شعري بقى في تساقط رهيب، انا حاسه ان انا خسيت صحيح ودي حاجه بسطتني، بس انا محتاجه اروح اعمل يعني حد يتبناني. يروح بقى بجد، انا بسمع الكلمه دي يا دكتوره، انا عايزه حد يتبناني يشوف لي بقى حاجه لشعري ولضوافري. الناس كلها بتدور على حل كامل متكامل، انا مش بس هدفي اخس. فبيستا وقلب مالتي فيت ده كان الحل المتكامل، اولا الامن، ودي نقطه انا دايما بحب اذكرها كتير جدا. حتى لاولادنا من اول سن 13 سنه للامراض المزمنه، اصحاب الامراض المزمنه يعني والدك والدتك، مريض سكر، مريض ضغط، مريض قلب، اي مرض. احنا قلب مالتي فيت الحمد لله اثبت علميا ان هو ليس له اي ضرر، بالعكس ليه فوائد. لان انا لو حليت مشكله السمنه بالتالي بتاثر ايجابي جدا على حل الامراض المزمنه زي السكر والضغط والكوليسترول، كل الليسته دي من الامراض. بس انا دايما بكون حريصه اقول معلومه، دايما في استشاري للحاله في الامراض المزمنه، انا متابعة مع دكتور بطنه، دكتور قلب، دايما هو المايسترو. انا دايما بحب اقول النقطه دي علشان وارد يكون عندك اي حاجه انا ما اعرفهاش كدكتور ايهام، تاخدي دواء يتعارض مع اي حاجه ثانيه، هو بيعرف وبيوجه بالظبط كده. لكن انا بحب اطمنكم واقول لكم ان انتوا لما تروحوا للطبيب بتاعكم الاستشاري اللي ماسك الحاله متابعين معاه السكر او الضغط، بنسبه 99.9 ان شاء الله هيقول لك لا هو امن 100% وتقدر تاخده بامان. هايل. يعني طب نحصل عليهم منين الكورس ده يا دكتور؟ احنا عندنا ميزه ان طبعا هو موجود في الصيدليات، ودي عشان هو منتج الحمد لله مرخص وكل ما ينزل الصيدليه الا اذا كان مرخص فعلا. بالظبط كده، فهو منتج موجود في الصيدليات ونقدر نطلبه من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه والصفحه. فبايو بيستا دي المكان يعني المسموح به ان انا اخد المنتج ده، وانا مطمن ان هو ده المنتج اللي احنا بنتكلم عليه حاليا، مش شبيه ليه او اي حاجه ثانيه. طب ناخد بقى من بيستا قد ايه؟ احنا قلنا خلاص قرص واحد من قلب مالتي فيت، بيستا بقى ممكن يبقى قد ايه؟ من مرتين لثلاثه قبل الوجبات الرئيسيه. انا باخد وجبتين في اليوم، اتس اوكي، باخد ثلاث وجبات على حسب طبيعه يومي، ما عنديش مشكله، بس باخده قبل الوجبه بنص ساعه لساعه. لان المفاجاه الجميله اللي عايزه اقولها لك لكل الحمد لله المتابعين معايا وماشيين على بيستا في العياده، هم بياخدوه قبل الاكل. هي مثلا متعوده اولادها بيجوا من المدرسه وجوزها بيتغدوا الساعه 4، فهي بتاخدوه على الساعه 3. تيجي حضرت الاكل وقاعده مع الاسره تاكل الوجبه بتاعه الساعه 4 بسيطه، مش قادره، شبعت، انا اصلا مش جعانه، انا هاخر وجبتي، انا هاكل انا لوحدي الساعه 6. فهي قللت عدد الوجبات، عشان كده معظم الناس اللي انا بكتبه لهم ثلاث مرات بياخدوه مرتين. ما بتقدرش تاكل غير وجبتين في اليوم، والوجبه نفسها كميتها قلت للنص. فانا عملت تارجت. مش بس كده، في معلومه عايزه اقولها سريعا عشان عارفه ان وقتنا قرب. انا عارفه البيستا فيها حاجه ثانيه سحريه. الكروميوم تركيز 500 ملي جرام، فيتامين سي والكارنتين. سريعا جدا، الكروميوم ده هيعمل ايه؟ يقلل امتصاص النشويات اللي حضرتك كلتيها من النص وجبه اللي انت اوريدي جسمك قادر ياكلها. حفز افراز الانسولين، ونتكلم بقى براحتنا عليه ان شاء الله مره تانية. ومقاومه الانسولين وقد ايه انا لما اخد منتج يحفز الانسولين، انا كده عملت اتشيفمنت رائع.
فيتامين سي اللي هيعمل ايه؟ هياخد الدهون من الخلايا يخلخلها ويطلعها بره ويستخدمها كمصدر وقود لجسمك والطاقه. بالظبط كده. فانا حسيت بايه بقى؟ الانرجي او الطاقه اللي عند معظم اللي بيمشوا على دايت تعبانه يا دكتوره. الدايت ما بقاش فيه ده بقى. لا ما بقاش فيه ده. انا عندي طاقه رغم ان انا اكلي قلل النص، ودي ميزه رهيبه طبعا انا احب اقولها الناس. اي حد هيستخدم بيستا هيلاقيها ان شاء الله. انا بشكرك يا دكتور بجد، الوقت بيعدي مع حضرتك بسرعه جدا. انا بشكرك جدا، مبسوطه بوجودك معايا. شكرا جزيلا على ردك على اسئله اصدقائنا اللي بعتوها من خلال الصفحه الشخصيه. بشكر حضراتكم والثقه الغاليه. واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. نورتيني وشرفتيني دكتور ريهام. واشكر حضراتكم حسن المتابعه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.